فايزر أول جرعة لا عوارض، ثاني جرعة وجع في عضلة الكتف ليوم واحد. شيله أو لا أو أو مزاري يعني طبيعي يعني ماشي. نعم، ما مدى فعالية لقاح سبوتنيك بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية؟ عادة بنشوفهم بعد أسبوعين مش بعد أسبوع، دائما هيدي الإند بوينت، يعني بفضلوا ينطروا جمعتين من بعد ثاني لقاح ثاني جرعة لو واحد يقيمهم بين بعضهم، وعادة عم تكون حسب الدراسات اللي صارت بروسيا، لأنه كل الدراسات اجت من هنيك، بعد أسبوعين عم يكون بين ال 85 و 90% افشنسي، يعني عندهم الناس انتي باديز على سبوتنيك. مروة بتقول بدي أسأل دكتور نساس، أنا عمري 26 سنة موجودة خارج لبنان، عطيوني أسترازينيكا بدل فايزر، بيأثر شيء من ناحية الجلطات خصوصي أني تحت 30؟ هلا الجلطات اللي صارت مع أسترازينيكا كانوا أكيد أغلبيتهم عند النسوان، النسوان بعمر عندهم هرمونات بعد، يعني بعد عندهم حياة سكشوال لايف طبيعية، هرمونال لايف طبيعية، يعني بعد ما صاروا بري مينوبوزل قبل ما يصير سن الياس بعد الهرمونات عم تشتغل عنده. سو مروه معرضه اكثر من غيرها تعمل جلطات اذا اخذت استرازينيكا، بس هالكلمه المعرضه اكثر بقى نفهمها انه معرضه اكثر، يعني عندها تشانس واحد على 100,000، مش عندها تشانس 10% تعمل جلطه. يعني كل 100,000 شخص اخذوا استرازينيكا واحد معرض يعمل هالجلطه، يعني هي واحد among 100,000 person. هيدا الريسك تبعها، واحد على 100,000، واحد على 100,000 هيدا الريسك تبعها. فينا عم تسأل لو سمحت، الشخص اللي تعرض لجلطات ونجي اي لقاح بياخد بيرجع اذا عمل جلطه من بعد فاكسين؟ ايه هلا يمكن يكون عنده صار مناعه وما عاد عايز ياخذ لقاح ثاني، بيكون احسن شيء. أوكي. لانه هون المشكل اذا بدك ترجع تعطي فاكسين ثاني ممكن يصير جلطه من اول وجديد حتى لو استعملت فاكسين ديفرنت. هلا السيفست اكثر، يعني اول شيء تعمل تاخذ ساعتها فاكسين بس سبايك، يعني على ما يكون داخله لا الليبوزوم ولا يكون في اي واحد نانو فاكس اللي غير متوفر في لبنان. لا 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 ما بنزل هيدا، بده يدرسوا هلا عم يدرسوه بعد. بس يعني ما في دراسه على الموضوع بعد، يعني بتوضح حد عمل جلطه بفضل انه ما تعطيه بقى بوست من اول وجديد. علاء عم بيقول انا اخذت استرازينيكا صار عندي حراره شويه وجع جسم يوم واحد ووجع مكان الابره. طبيعي طبيعي، هيدا اللي بنشوفه عاده. ريتا حنا عندها سؤال انترستنج مثير للتفكير به. لماذا لغايه اليوم افتر مور ذان 30 بعد 30 سنه وي ستيل دونت هاف فاكسين كاونتر، ما عندنا لقاح لل HIV لفيروس المناعة المكتسبة عند الإنسان، while so rapidly a vaccine for coronavirus was developed، بسرعة قياسية عملوا لقاح لكورونا. عم تسأل ب 30 سنة ما عملوا فيروس تبع الإيدز ال HIV؟ لأنه الميكانيزم يعني طبيعة الالتهاب مع ال HIV completely different مع الكورونا. أول شيء ال HIV فيروس بفوت وبيقعد بخلايا الإنسان وبيضلوا فيه كل الحياة، يعني انسان لقط الاتش اي في اليوم رح يفوت الاتش اي في يتزلط، يعني بتروح الكبسيد، الفيروس هو كنايه عن غلاف وجوات الغلاف في حامض نووي، بتزلطه يعني بتطير له الغلاف تبعه، بتروح الكبسيد تبعيته والانفلوب، بفضل الحامض النووي لحاله فري، بفوت بيعمل انتجريشن جوات الكروموزوم تبعنا، بيقعد جوات، يعني بيفتح الكروموزوم تبعك، كل انسان عنده صبغيات. نعم. 46 كروموزوم بفوت بواحد منهم بيقعد جواته بيصير انتجريتد اتش اي في، يعني بيصير منا وفينا، بيصير منا وفينا، بيعيش معنا كل حياتنا. بينما فيروس مثل كورونا ما بيعمل انتجريشن، ما راح يضله عايش جواتنا. هيدا الفرق الكبير، لانه فيروس بيعيش بجسمك جمعتين ثلاثه، مش مثل فيروس راح يعيش بجسمك كل حياتك. لانه بيعيش جمعتين ثلاثه ما بيلحق يتكاثر كثير، ما هو كيف بيصير ريزيستنس، كل ما يتكاثر الفيروس بيحول حاله شوي شوي، هو الفيروس عم يتكاثر، كل ما يعمل ريبليكيشن يعني كل سايكل ديفيجن بصير في خربطات بالكروموزوم تبعه، والخربطات بخلوه يغير تيابه. مثلا انا لابس هالجاكيت انا عم بتكاثر، اجاني لطشه زرقاء هون، لطشه حمراء هون، خضراء هون، بصير غير شكلي، غير هندامي. وقت بتغير انا شوي شوي بصير جهاز المناعة ما يعرفني مزبوط، الجلايكوبروتينز بيصيروا يتغيروا، هالريسبتورز موجودين بصير يغير شوي شوي. دونك
فيروس مثل كورونا ما عنده وقت كثير يتغير، ومع هيدا وكله عم يصير في تغييرات، عم يشوف هيدا المتحورات هي بيصير ريزيستنت، بينما ال HIV على طول موجود عندنا، بيصير يتحول ويتحول، وكل ما يتحول كل ما يغير حاله، عنده امكانيه تحول غريبه الشكل، دونك كل ما تفبرك له فاكسين بيكون هو قطع المرحله، يعني بضله سابقك، كل ما انت تجرب تعمل فاكسين تقدر توقفه لهو للفيروس هو سبقك، بيكون حول حاله ما عاد يشتغل عليه هالفاكسين. هيدا الفرق بين بعضهم، بين فيروس عايش كل حياته معنا، وبين فيروس رح يضله جمعة أو جمعتين أو ثلاثة ماكسيموم بجسمنا، فيك تقدر تلحقه، هداك بضله سابقك، بيحول بسموها في عنده اللوب V3، هيدا اللوب اللي بتخليه يلزق على الخلية تبعنا، بيصير يغير فيها هو الفيروس، وكل ما تعمل أنتي بادي لشيء لشقفة منها بيحولها وبيصير يفوت بغير طريقة على جسمك. بعد شوي بوجودك رح استضيف إلي بلان، رح يحكي عن هو مصاب بالـ HIV، رح يحكي إلي أول شيء عن الاستيغما، ثاني شيء عن العلاج الـ HIV اللي عم بياخدوا البروتوكول ونظرة الناس يعني للمصابين بالـ HIV. في سؤال بيقول أنا أخذت أسترازينيكا، ما عندي أوجاع ولا حرارة بس عندي عدم تركيز، بنسى كثير. ممكن بس عنده اياهم قبل الفاكسين ولا قبل بعده ولا قبله؟ العوارض اذا العوارض ظهرت بعد الفاكسين ممكن واحد يمرق فتره هيك اي مثل شت داون على فتره صغيره بيرجع بيروحوا، هذول مش ما بيخوفوا. في كثير ناس بعدهم عم بيقولوا انه وفي كثير اشياء عوارض مشان بيصيروا من الخوف من الفاكسين كمان. يعني واحد بياخذ الفاكسين وبيصير خاف تظهر العوارض، بيصير سايكوسوماتيك يعني نفسيه جسديه. يعني مش رح اقرا لك عدد الناس اللي عم بيقولوا انه كورونا كلها كذبه ونحن مش مصدقين وهيدي كلها لسرقه فلوس الناس. الله لا يجرب حدا، مع انه ان شاء الله ما يصير ما يدقهم شوكي. بس ياما ناس كانوا يفكروا هيك وقتها اكلوها فهموا قديش هي صعبه وقديش هي خطره وكيف زمطوا منها اللي زمط منها. فهلا في واحد يتهتر، في ناس يعني بيستهتروا صحيح بار فانتزا، يعني على الموضه نحن ما فارقه معنا يا با ما هي شيء وقتها بيكل الواحد بيفهم. في هيدا السؤال كمان ورد بحلقات سابقه عملناهن مع حضرتك دكتور، بعد كم وقت من الاصابه بفيروس كورونا والعلاج يعني بيعمل كورونا وبيخلص ممكن نعمل اللقاح؟ قديش وقت بعد ما تصح؟ بعد ما بننطر ثلاث اشهر بعد ما واحد صح، هلا ما في تايم فريم مزبوط، يعني انه فيك تنطر ست اشهر كمان اذا عندك مناعه، يعني انت بعد ما تصح من الكورونا رح تعمل مناعه بجسمك رح فيها تضل ثلاث ست اشهر يمكن اكثر من هيك. بس نحن بننصح اللي بده يطعم على القليله اتليست ينطر ثلاث اشهر، بس في تكون اكثر من هيك، بس اتليست على القليله ثلاث اشهر مش قبل. Can you ask Dr. Nesnas why Lebanon is giving AstraZeneca vaccine to ages below 60 while the countries in the world stopped recently, Australia and Italy. ليش لبنان بعده مصر يعطي أسترازينيكا يلي هن دون سن الستين، مع العلم انه في دول مثل استراليا وايطاليا وقفوا يعطوا أسترازينيكا؟ هلا في البوليسي انه ما تعطيه بين الستين وخمسة وستين، في ناس حتى بعد السبعين ما بيعطوه بلاد لانه بخافوا يصيروا الجلطات اكثر، لانه الناس كبار بالعمر هن اساسا معرضين للجلطات. بس هيدي البوليسي بتتوقف على امكانيات البلد وشو عندك، يعني انت معك مصاري وعندك all the choices بايدك بتنقي اللي بدك، بس وقتها بتكون مرتكز يجيك مساعدات من برا بقول لك شحاد ومشارط هيدا بقول المثل انه طب لحظه هيدا الموجود. طب هالكميه اللي وصلت اذا في تجلطات ما صار في تجلطات هلا بدنا نحكي لو صار بلبنان في عدد كبير تجلطات من وراء الاسترازينيكا كان توقف ما حدا كان كمل كانه طب ليه استراليا وايطاليا وقفوا يعطوا هال انه عنده عندك تشويس وقت عندك كميات فاكسين عندك موديرنا او عندك موديرنا جونسون جونسون او عندك فايزر كميات كبيره فيك تنقي، يعني عم بقول لك تيالو لوكس دو شوازير بنقي انا ما فارقه معي انا عندي هيدا وهيدا بنقي اللي بدي، بس وقتها ما عندك الا واحد بتقول ما بدي واحد يفكر كمان كل واحد على مستوى. في سؤال بيقول انه هل بعد تلقي هل بعد الاصابه بكورونا فيروس ممكن يصير عندنا هر شعر من وراء الكورونا ولا من وراء الفاكسين؟ من وراء الكورونا. من وراء الكورونا ايه ممكن حيال هر الشعر في يصير حيال انفكشن كبير مش بالسمع
يعني بالسمع حيلا سيفير انفكشن، حيلا سيفير انفكشن فيها تهر الشعر، لانه بخف الغذاء بيصير في الدم ما بيوصل منيح مثل ما بينضربوا فيها، بس مش كورونا سبيسيفيكلي، مش الكورونا بهر الشعر. قعده التخت مده طويله، ضليتك نايم بتختك، قعده سواق انتنسيف وكل الوقت كابس على راسك بهر الشعر، يعني ممكن وممكن يتاثر السمع كمان، ممكن يتاثر السمع اكيد ممكن، بس هدول رير كيسز يعني عاده، لانه بس بتصير ما بتعل كثير الكورونا مثل غير امراض بيعلوك اكثر بال 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 بالانسان بضلوا مده طويله بالسواق مش هالقد. في سؤال من ناتالي بتقول قديش خطورة التجلطات من أسترازينيكا الإنسان ممكن يكون عرضة لإله، يعني أنا أخذت أسترازينيكا قدي عندي سبان مدة كرمال اتعرض لجلطة؟ عادة الحالات كلها اللي صارت بالأسترازينيكا كانوا بين اليوم السادس والأربع وعشرين، between 6 and 24 days after the injection، هيدي البيريود الخطر، هيدي موست اوف ذا كيسز. هلا بو اذا صار كم كيس اكثر من هيك، بس عاده الميديان هي بين اليوم السادس واليوم ال 24 من بعد ما تاخذ الفاكسين. نعم. وبرجع بقول هيدا بيصير عند واحد على 100,000 شخص. واحد على 100,000 شخص. بس دكتور انا اذا انا اذا مواطن عم يعني مشاهد عم بقول انه بركي انا حظي هالقد سيء وطلعت واحد من ال 100,000. معك حق، وهذا اللي انا بقوله، بقول كل انسان فينا الموهوب هو بده يحمل مسؤوليته. قد ايه في تجلطات صارت بلبنان؟ في احصاء؟ في اثنين، في اثنين اكيد صاروا مورا الفاكسين، حكى عنهم هدول اللي حكى عنهم. هلا اذا صار في غيرهم وما عرفنا، بتعرف الاشياء ايام تشخيصها صعب، يعني في يكون تمرق اشياء وما حدا ينتبه لها، ما ينتبه لها. I took two doses of اخذت جرعتين من فايزر. I'm 38 سنه عمري. عم تسال مايا شليطه after the first، من بعد اول جرعه صار عندي ضربات قلب سريعه وعدم انتظام في الضربات، عملت تخطيط وكل الفحوصات قال من الطعم. After one month of the two doses still the same thing. بعد الجرعه الثانيه كمان عندي نفس السيمبتومز مع دواء كونكور. يعني هاي الاشياء اللي بتصير بتصير بتضلها يومين ثلاثه، ما بتضلها شهرين ثلاثه، الا اذا عملت مايوكارديتس، يعني اذا التهب عضله القلب، لانه هيدي كومبليكيشن فيها تصير من وراء الفاكسين. وثاني كومبليكيشن فيها تلتهب الغده الدرقيه. يعني اذا التهبت الغده الدرقيه فيها تعمل درقه قلب، واذا عمل التهاب عضله القلب. بس هي ساعتها يعني الطبيب اللي شافها بيكون لازم اذا عملوا لها تخطيط للقلب وبين عندها سرعه نبض كثيره، لازم يعملوا لها ايكو او ام ار اي للقلب ويشوفوا اذا في التهاب بعضله القلب، بسموها مايوكارديتس. هذا اللي صار يعني صار اول شيء باسرائيل حكوا فيهم اول كيسز، بعدين بامريكا هلا عم يحكوا عنهم كثير. الفاكسين انديوست مايو بيريكارديتس. مارلين بتقول اخذت اول جرعه فايزر من 8 ايام صار 3 ايام زعيمي حريق منخاري مسكر وجع جسم بس ما في حراره. في يكون فاكسين انديوست وفي يكون جريب مرق الطريق، بس انه هدول كلهم ما بيخوفوا يعني ما لازم يعلقوا اهميه. سيرج بيقول هل بكل امن وامان فينا ناخذ انستيزيا البنج after having taken covid vaccine من بعد يعني اذا بده يروح على عند الدنتست بيقدر ياخذ يتبنج؟ كمان سالوني كثير مخوفين العالم انه ما فيك تاخذ فاكسين واذا عملت بنش فيك تموت بالبنش. مش مزبوطه هاي، نو نو نو. في كثير يعني اخبار عم تطلع عند العالم ما لها اساس صحه. السؤال بيقول بتصور مريم نبوت بتقول if a person who had an allergic reaction كان عنده رده فعل حساسيه ل TDAP vaccine can still take the Pfizer COVID-19 do both contain any similar component like PEG؟ عنده نفس المكون مثل ال PEG؟ مش زيت البيج جوات؟ نو نو نو، لانه البولي ايثيلين جليكول موجود، نو ما له علاقه بالادجيفان اللي بينحط مع ال DTPA. ما له علاقه، ما له علاقه. اذا حدا عم يسال مروه بتقول اذا اخذت اول شوت استرازينيكا فينا ثاني جرعه نعمله فايزر؟ لا بنحكي من شوي. ايه انه انا بالنسبه لي بمرق من واحد للثاني بلا ما وجع راسي كثير. يعني في ساركيس بربريان بيقول انا عايش برات لبنان ما عندي الخيار انه اخذ الفاكسين، هل بقدر اجي على لبنان وادفع واخذ الفاكسين اللي بدي اياه؟ السؤال ما بيتوجه لي، ما بعرف، انا مش انا اللي راسم سياسه البيع والشراء. اساسا ما بينبيع وبينشرى لحد هلا الفاكسين، ما بينبيع وبينشرى، يعني كله هلا الدوله عم تامنه لحد هلا، ما او اورجانيزم يعني اشتروه وعم يوزعوه، بس ما حدا لهلا دفع
مبدئيا صحيح مبدئيا. هلا اذا صار من تحت الطاوله اشي ما بعرف انا ما فيني احكي بشيء، بس انه اللي منصوص انه بلاش ما بينباع. بسام بيقول انه اخ عمل كورونا، عمل كل اعراض الكورونا وخلص، بعدين اخذ الفاكسين بثاني جرعه فايزر عمل نفس اعراض كورونا، يعني نفس وجع الجسم ووجع العيون الراس واتسترا. Either of two things، احتمالين، يا عمل كورونا مزبوط الفاكسين ما اثر عليه ما كان حميل الفاكسين وعمل كورونا، او عمل سايد افكت على الفاكسين وفيكون مره يضلوا ثلاث ايام محرور وفيكون مره مثلا غير فيروس بذات الوقت سيقابله فيروس رينو فيروس ادينو فيروس عمل له هالعوارض سيقبت. نعم. يعني الواحد بيسيقب عم تعمل فاكسين وانت كان بدك تسخن بغير شيء. ايمان خزوع بس هو لا 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 في يعمل عوارض، هو الفاكسين بحذاته في يعمل بيعمل عوارض. ايمان بتقول عندي انا عمري 60 سنه مريضه قلب وعندي حساسيه من الابره الملونه، طبيبي نصحني ما اخذ الطعم. ما له علاقه، بالعكس تقدر تاخذ الطعم. مريضة قلب اكيد احسن لها تعمل الطعم، مريض قلب واحد لازم يحمي حاله لانه اذا اكلها هن هدول المرضى اللي في خوف عليهم، مرضى القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري، هدول هن الناس اللي معرضين يعملوا الاشياء الصعبه اذا لقطوا الكورونا. بالعكس ما له عليها بالابره الملونه، حساسيه على الابره الملونه ما nothing to do، ما لها اي صله بالفاكسين تبع الكورونا. اخر سؤال قبل ما ناخذ موجز الاخبار، سابين بتقول انه والدتها اخذت الفايزر بس اجت على البيت كان الكوتن باد الشاشه اللي شو اسمه كان كله دم، هل الممرضه بتكون عملت شكه الفين الغلط؟ بتعرف كل ما بتروح على المختبر وبشكوك ياخذوا لك دم، ايام تعمل زراء محلك بتقول ما بيعرفوا شك ولا وقتها بتشك بمحل كل انسان معرض يطلع دم اذا ما كبست منيح، بيكون ما كبست منيح. في ناس بتشك بكابيلاري صغير بشريان شرج دم صغير بيطلع دم. اي عمر 20 سنه فيها تاخذ فايزر؟ اي اكيد، الفايزر صار من 12 سنه وبتطالع ادمتد من 12، بالاول كنا نقول 16 هلا من 12 ل 16 صار مسموح، وهلا عم يدرسوه عند الاولاد الاصغر حتى. هل الدراج الجديد اللي approved by FDA اسمه سوتروفيماب by the British pharmaceutical GlaxoSmithKline GSK was used 3 days ago in the UAE، قبل 3 ايام استعمل هيدا هيدا مونوكلونال انتي بادي. ايه لا كل المونوكلونال انتي بادي عم بيطلع كثير جديد، في كثير كل هدول دراسات فرجت يعني انه فيهم يعطوا مفعول اذا اتاخذوا اول يومين ثلاثه من المرض بس يعني مش بالفورم جراف، يعني هذول ما نحلم فيهم انه اذا واحد فات على العنايه الفائقه وتوصل للمرحله هاي هذول انسيهم. هذول اول ما يبلش المرض تعطيهم مونوكلونال انتي باديز على امل انه توقف انتشار الفيروس بجسم الانسان قبل ما يوصل للمرحله الصعبه. نعم.